السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي فاطمة عمر محمد، طالبة من قسم العلاج الطبيعي في جامعة الأمريكية لمريم أباشا نيجيريا. أشكر الله جل وعلا لكوني طالبة في هذه الجامعة، لأن هذه فرصة لي وفرصة ذهبية لي لكي أحقق حلمي في المستقبل. التعليم في الجامعة كان مريح جدا، وهذه من أسعد أيام دراسية أعيشها في حياتي. كما ترون الجامعة كانت جميلة جدا، والدكاترة يبذلون كل جهدهم لأجل تعليمنا ولأجل أن يرون أن نكون شيئا في المستقبل. شكرا، وأقول لكم الحقيقة هذه من أسعد أيام أعيشها في حياتي. شكرا لحسن استماعكم.